والآن إلى محادثات الغرب مع إيران، ففي مسعى آخر لدفع المفاوضات بين الغرب وإيران وإنجاز الاتفاق النهائي قبل انقضاء المهلة المحددة، يجتمع اليوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني في جنيف. فلحبيب والتفاصيل. الرئيس أوباما ليس لديه الميل على الإطلاق لتمديد هذه المحادثات إلى ما بعد الفترة التي تم الاتفاق عليها، مع شعور سائد أنه لا بد أن تكون القدرة على التوصل إلى مخطط سياسي أساسي والاتفاق ضمن الفترة الزمنية المقررة. تصريح لم يبكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتتبع المحادثات والمساعي للتوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي عن كثب ولحظة بلحظة مكتوف الأيدي. فها هو اليوم أثناء الجلسة الحكومية استهجن وعبر عن تعجبه ونقده على نهج الدول الكبرى الست المستمرة بمفاوضاتها. إيران تستمر بإخفاء المركبات العسكرية لبرنامجها النووي، ورغم ذلك تستمر معها المحادثات كالعادة. ليست مستمرة فقط، بل هناك جهود مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق نووي في الأيام والأسابيع القريبة. خطاب لا يزال يتصدر العناوين، ولن يترك للرئيس الأمريكي أوباما مساحة مراوغة، إذ سيعمل كل ما بوسعه من أجل التوصل للاتفاق النهائي، لأنه بحالة عدم توقيعه سيكون بين مطرقة الرأي العام الإيراني والقيادة التي ستتهمه بالتحيز إلى إسرائيل أو كما يطلقون عليها الكيان الصهيوني، وبين سندان الرأي العام العالمي والإسرائيلي اللذين سيدعيان أن لهذا الخطاب كان تأثيرا على الرئيس أوباما. لهذا سيعمل لأن تقطع جاهزة قول كل خطيب. سأخرج في الأسبوع القادم إلى الولايات المتحدة بهدف الشرح أمام الكونغرس الأمريكي الذي قد يكون له تأثير على مصير هذا الاتفاق. ولماذا؟ هذا الاتفاق مع إيران خطير لإسرائيل، خطير للمنطقة ولكل العالم. الأطراف مصرة على إنجاز اتفاق يرضي جميع الأطراف، إلا أن إسرائيل برئيس حكومتها مصرة على أنه فقط سيقوي طهران على حسابها في منطقة غير مستقرة. فهل ما جاء على لسانه من أقوال حقيقة أم أنها مجرد تصريحات سياسية لمحبات الشارع سمعناها طويلة؟ فأين إيران من حرب لطالما توقعها أم يفتش لنفسه عن فزاعة كل مرة من جديد؟ إيران تحاول فتح جبهة ثالثة وأيضا في هضبة الجولان بواسطة آلاف المحاربين من حزب الله الموجودين في جنوب سوريا. إيران هي القائد لهم،